مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو انترميتا وورد؟ ما هي ميزات انترميتا وورد؟ ما هو انترميتا وورد؟ يهدف ميتا وورد إلى بناء نظام بيئي لا مركزي يمكن مستخدميه من إحياء أعماق خيالهم في عالم افتراضي. ما هي ميزات انترميتا وورد؟ من خلال الاتصال بتقنية الواقع الافتراضي الحالية، سنقوم بتعديل طريقة تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض وإنشاء بيئة اجتماعية أكثر شمولاً ليستمتع بها الجميع. تم إطلاق رمز ميتا في سلسلة باينانس الذكية BSC للاستفادة من الرسوم المنخفضة للغاية وكفاءة الشبكة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.